الأخير نشرة 11 ليلا من قناة سما، نبدأها بالعناوين. الرئيس الأسد يتلقى العديد من برقيات التهنئة بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية. إصابة عدد من مسلحي ميليشيا قسد جراء هجوم بعبوة ناسفة في ريف دير الزور الغربي. وفي ذكرى النكسة، الاحتلال يواصل مخططاته الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية ضاربا بعرض الحائط القرارات الدولية. نحن اليوم نثبت من مدينة دوما بأن الشعب السوري هو شعب واحد في خندق واحد في مواجهة الإرهاب والعمالة والخيانة. لن تركعي، لن تركعي يا سوريا، لن تركع الشمس فيك، لن تركعي، لن تركعي يا سوريا. في إطار استكمال عمليات المصالحة الوطنية، تم الإفراج عن 26 موقوفا من أبناء الغوطة ممن غرر بهم ولم يتورطوا بجرائم قتل ضد السوريين، وذلك ضمن فعالية وطنية في مدينة دوما بريف دمشق. ولفت أهالي الموقوفين إلى أن هذا اليوم هو عيد بالنسبة لأهالي الغوطة الشرقية بعد عودة أبنائهم إلى حضن الوطن بعد أن كان مغررا بهم من قبل جهات أرادت الشر بسوريا، مؤكدين أن أهالي الغوطة يقفون خلف قيادة الرئيس الأسد الذي صان سوريا وحماها وخلصها من الإرهاب. أصيب عدد من مسلحي ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي جراء هجوم نفذته الفصائل الشعبية بعبوة ناسفة واستهدف إحدى السيارات التابعة للميليشيا بريف دير الزور الغربي. وقالت مصادر محلية إن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة تابعة لميليشيا قسد أثناء مرورها في قرية الإحصان بريف دير الزور الغربي، ما أدى إلى إعطاب السيارة وإصابة عدد من مسلحي الميليشيا. وقتل الثلاثاء الفائت عدد من مسلحي ميليشيا قسد، وأصيب عدد آخر بانفجار دراجة نارية خلال مرور سيارة تقل عددا منهم في قرية الحمر شرق مدينة الحسكة. تستمر معاناة ملايين السوريين جراء حبس دولة الاحتلال التركي مياه نهر الفرات في خرق واضح للاتفاقيات الدولية بشأن تقاسم حصص مياه الأنهار بين الدول. وتظهر مشاهد لمجرى نهر الفرات غربي عين العرب انخفاض منسوب المياه بشكل مرعب وغير مسبوق في أعقاب 3 أشهر من خفض دولة الاحتلال التركي حصة سوريا من أطول الأنهار وأهمها في البلاد. ويتجاهل النظام التركي الاتفاقية المبرمة مع سوريا والعراق عام 1987 والتي تنص على ضخ مياه نهر الفرات إلى الأراضي السورية بكمية 500 متر مكعب في الثانية، وتحصل العراق على 60% من تلك الكمية، إذ تضخ كمية نحو 200 متر مكعب في الثانية منذ 27 من كانون الثاني يناير العام الجاري. أعربت 15 فعالية اغترابية سورية في السويد عن تهنئتها بنجاح استحقاق الانتخابات الرئاسية في سوريا وفوز الدكتور بشار الأسد بمنصب رئيس الجمهورية، مجددة التأكيد على ولاء السوريين في دول الاغتراب لوطنهم. وجاء في بيان مشترك لممثلي وأعضاء الأندية والروابط والجمعيات الاجتماعية والثقافية المسجلة في السويد، وبينها الاتحاد السوري للأندية الجزراوية وأوروبا ورابطة المغتربين السوريين والنادي السورياني، أن نتيجة الانتخابات تؤكد أن الشعب السوري اختار سوريا المستقبل القوية الشامخة القادرة على استرداد حقوقها. We'll be right back.
تلقى الرئيس بشار الأسد برقيتي تهنئة من رئيسي أرمينيا أرمين ساركيسيان وسريلانكا غوتابايا راجاباكسا بمناسبة فوزه في انتخابات رئاسة الجمهورية. وجاء في برقية الرئيس الأرميني: أتقدم إليكم بخالص التهنئة الحارة بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسا للجمهورية العربية السورية. وأضاف الرئيس ساركيسيان في برقيته: إنني متأكد أن العلاقات الأرمينية السورية المبنية على الاحترام والتعاون المتبادل ستتعزز وتتطور بما يصب في مصلحة وخدمة شعبين الشقيقين، معربا عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للرئيس الأسد وللشعب السوري السلام والرخاء. كما جاء في برقية رئيس سريلانكا: يسرني أن أبعث إليكم بأخلص التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسا للجمهورية العربية السورية. لقد واجهت بلادكم تحديات غير مسبوقة، وإن إعادة انتخابكم هي فرصة للمساهمة في إعادة البناء والصمود وتوجيهها لمستقبل مستقر ومتقدم ومزدهر لسوريا. وفي ريف القنيطرة أقامت الفعاليات الأهلية والشعبية في بلدة نبع الصخر احتفالا واسعا ضم أبناء القطاع الشمالي للمحافظة. على حب الوطن وتحت رايته، أقامت الفعاليات الأهلية في بلدة نبع الصخر وأهالي القطاع الجنوبي لمحافظة القنيطرة احتفالا جماهيريا بمناسبة فوز الرئيس بشار الأسد لولاية دستورية جديدة بمشاركة جماهيرية وعشائرية في ساحة البلدة. اليوم جينا من مدينة تدمر من البلد السورية لنشارك أهلنا بنبع الصخر أفراحنا بمرشحنا وبفوز مرشحنا السيد الرئيس بشار حافظ الأسد. من أرض الجولان، من أرض القنيطرة، من أبناء محافظة القنيطرة نتوجه بتحية متلالية بالبطولة والفداء، مليئة بالعمل والعمل لخير وعز وجمال بلدنا سوريا. نزفها إلى القائد الذي جسد وقفات العز، إلى القائد الذي عمل ويعمل لجعل مصلحة سوريا فوق كل الاعتبار. هاي سوريا وهاي كل العالم يشوفها، هذا هو الشعب السوري. هذه عرفت علي كلمة حق يحكيها هو. وأكد المشاركون انتماءهم للسوريا التي تقف بوجه أعدائها بكل بسالة، وحيوا أشقائهم في الجولان المحتل الذين يسطرون أسماء آيات البطولة والشرف بوجه العدو الصهيوني، كما أكدوا المضي في طريق التحرير خلف الجيش العربي السوري حتى عودة الجولان كاملا غير منقوص. في هذا اليوم الجميل الطيب نرفع برقية حب وولاء ووفاء لقائد الوطن القائد بشار حافظ الأسد في هذا الاستحقاق الدستوري الذي نال من كل أبناء شعبه عموما في كافة داخل سوريا وخارج سوريا. نحن على العهد بقول مع سيادة الرئيس لتحرير كامل الأراضي المحتلة في الجولان العربي السوري. باسمي وباسم أهلنا نبع الصخر نتوجه بأسمى تحيات الوفاء لسيد الوطن الرئيس الدكتور بشار حافظ الأسد بمناسبة فوزه بولاء بانتخابات الرئاسية. أبناء الوطن وأصحاب القضية الذين يجمعهم الانتماء الوطني للسوريا بوجه المؤامرات الاستعمارية كانوا المخرز بعين كل طامع أو مشكك، وما زالوا أصحاب الأرض والشرعية بتكاتفهم ووحدتهم. باسل سلمان لقناة سما الفضائية، محافظة القنيطرة. يوافق اليوم السبت 5 حزيران يونيو ذكرى السنوية 54 لما يعرف عربيا باسم النكسة أو حرب عام 1967 التي انتهت بهزيمة إسرائيل للجيوش العربية واحتلالها مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية والمصرية والسورية. ويطلق مصطلح النكسة على العدوان الإسرائيلي على مصر وسوريا والأردن واحتلال ما تبقى من فلسطين التاريخية، حيث استولت إسرائيل على 85% من أراضي فلسطين التاريخية، وفتحت النكسة باب الاستيطان في الضفة المحتلة وخاصة مدينة القدس.
ورغم مرور هذه السنوات الطوال على هذه الحرب، إلا أن تداعياتها لا تزال مستمرة، حيث تواصل إسرائيل احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة والجولان السوري، رغم صدور قرارات دولية عن مجلس الأمن تطالبها بالانسحاب منها. أصيب عشرات الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة مناهضة للاستيطان في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس، وفي قمة جبل صبيح، وفي قرية كفر قدوم، وفي بلدة نعلين غربية مدينة رام الله بالضفة الغربية، وفي القدس المحتلة خاصة في حي الشيخ جراح المحاصر منذ 19 يوما. بقي في هذه النشرة أن نذكر بعناوينها. الرئيس الأسد يتلقى العديد من برقيات التهنئة بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية. إصابة عدد من مسلحي ميليشيا قسد جراء هجوم بعبوة ناسفة في ريف دير الزور الغربي. وفي ذكرى النكسة، الاحتلال يواصل مخططاته الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية ضاربا بعرض الحائط القرارات الدولية. نشكر طيب متابعتكم، تصبحون على خير وصحة وعافية، إلى اللقاء.